بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى مرشد الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لمدرسة التعليم بجهة الدار بيسطات التابعة للاتحاد الوطني للشغل المغربي. طبعا اليوم هذا عيد أممي ديال الطبقة العمالية بقطاعيها العام والخاص. طبعا هذا العيد هذا تيجي في سياق خاص، تيجي في ظل هجمة على الإخوة ديالنا في غزة، وفي مقدمتهم العمال ديالنا اللي حنا هذه طبعا رافعين شعارات ديال المسانده ديالهم. وطبعا القضيه الفلسطينيه ما عمرها غابت على 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 في اجنده ديال الاتحاد الوطني للشغل المغرب. بالنسبه للقطاع ديال التعليم، مع الاسف نحن نحتفل والشغيله العالميه تحتفل، لكن في واحد الظروف اللي هي غير عاديه. الان يتم محاكمه مجموعه من الموقوفين من رجال التعليم طبعا جراء الحراك، والحراك طبعا هادو لا ذنب لهم، الا انهم قاموا بواحد العمل دستوري اللي هو الدفاع عن المطالب ديالهم. والحمد لله هاد المطالب وهاد الحراك اللي عرفوه القطاع التعليمي، صحيح انه شل القطاع اللي بضعه شهور، لكنه الحمد لله جعل ان المسؤولين وجعل ان الراي العام يعي ويستوعب خطوره وحساسيه هذا القطاع. طبعا الحمد لله الحكومة والوزارة الوصية صفقت متأخرة، ولكن الذي كنا نعيبه هو أن النقاشات كانت في واحد الدهاليز مظلمة مع الأسف، وهذا الذي أثار حفيظة رجال ونساء التعليم، بدليل أن الهبة ديال رجال التعليم كانت بواحد الأعداد غير مسبوقة. الحمد لله كانت واحد الاتفاق لم يغطي كل المطالب، اتفاق كان هشا مع الاسف خلف ضحايا اخرين، لكن الخطير هو ان الوزاره ملي مشات بواحد المقاربه قمعيه، مقاربه امنيه، بمحاكمه واحد المجموعه ديال، وكانت واحد العمليه انتقائيه غريبه جدا ربما تدخلت فيها قطاعات اخرى. الان كان المفروض ان نهار 29 يتم عرض هاد الموقوفين على انظار المجالس التاديبيه، تم تاجيل الامر الى ما بعد حتى لا ينغصوا على رجال ونساء التعليم احتفالهم وعرسهم، هذا اجلوها الى يوم الجمعه 3 ماي. نتمنوا ان الوزاره والحكومه ترجع الى رشدها وتطوي هذا الملف طيا نهائيا بارجاع الموقوفين وارجاع كل المستحقات التي سلبت منهم، يرجعوها اليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.